الزغف التمرين رقم 3 يقول rewrite the following sentences using the ing form of the verb. أي أعد كتابة. إذن أعد كتابة الجمل التالية using the ing form of the verb. مستخدما الشكل ال ing من الأفعال. طبعا أصدقائي نحن تعلمنا عندما أريد أن أجمع جملتين في حال كان هنالك ضمير وصل أحذفه وأحذف الفاعل الذي بعده ومن ثم أصل إلى الفعل، فإذا كان الفعل مثلا في الماضي فأعيده إلى المصدر بعد ذلك أضيف الـ ing. إذن بهذه الطريقة نحن نجمع الجملتين بجملة عن طريق الـ ing form. الآن الجملة الأولى A. At the age of 7 my brother Ammar played football for a local club. إذن يقول في عمر 7 أخي عمار لعب كرة القدم في نادي محلي. When he did this وعندما فعل ذلك he became the youngest professional player in Syria. إذن أصبح أصغر لاعب محترف in Syria في سوريا. نعم يا محمد تفضل. تفضل يا محمد. أستاذ الحل at the age of seven. نعم. My brother Ammar for all local club. نعم. Becoming the young. ممتاز ممتاز صديقي محمد. إذن لاحظوا ماذا فعل محمد أصدقائي. لاحظوا إلى ضمير الوصل when. إذن هنا when عندما فعل ذلك هنا يشير إلى الزمن وأتى بعده الجملة. طبعا لاحظوا الجملة الرئيسية تبدأ بالفاعل هي، فهنا نحذف هي ووصلنا إلى الفعل became، فنعيد became إلى المصدر become ومن ثم نضيف له ing، فأصبحت الجملة at the age of 7 my brother Ammar played football for a local club becoming the youngest professional player in Syria. إذا هنا أصبح مصبحا أصغر لاعب محترف في سوريا. إذا كل هذا الكلام أنا حذفته حتى وصلت إلى الفعل الرئيسي في الجملة الثانية، فهنا أعدته إلى المصدر. لاحظوا هو في التصريف الثاني became، فأعدته هنا المصدر become ومن ثم أضفت له ing فأصبحت إذا becoming. إذا ممتاز يا محمد. الآن الجملة B. A few years later بعد عدة سنوات he joined. طبعا هذه ليست جملة، هذه عبارة ابتدائية. الجملة الرئيسية هنا تبدأ he joined the men's team، انضم إلى فريق الرجال. And he scored 3 goals in his first match، وسجل 3 أهداف في مباراته الأولى. نعم يا فاطمة تفضلي. أستاذ منحذف الـ and he، الـ and والضمير. نعم. وسكورد من سي سكورينج. ممتاز ممتاز أحسنت يا فاطمة. إذن هنا الرابط أند والفاعل هي حذفناه، وسكورد نعيده إلى المصدر فأصبحت سكورينج. A few years later he joined the men's team، بعد عدة سنوات انضم إلى فريق الرجال. Scoring مسجلا 3 goals in his first match، 3 أهداف في مباراته الأولى. إذن scoring. الآن الجملة هي at the end of his first season، وفي نهاية موسمه الأول he was the highest، كان the highest paid player in the team، كان أعلى لاعب مدفوع الأجر، يعني أكثر لاعب يتقاضى أجر. الجملة الثانية he was earning، كان يكسب as much as 6 players would earn، كأجر 6 لاعبين. إذن as much as 6 players would earn. نعم يا لبابا تفضل. أستاذ من عند الجملة الثانية بنحذف he was ونحط earning بتضل مثل ما هي earning، يعني منضاف لها ing. أحسنتي ممتاز. إذا هنا الزمن هو ماضي مستمر، لدينا ماضي مستمر he was earning، وبالتالي فقط نحذف he was ولدينا earning تبقى كما هي. إذا هي فعل
ومضاف له ing. إذا هو جيراند. At the end of his first season, he was the highest paid player in the team, earning. يعني في نهاية موسمه الأول كان أكثر لاعب يتقاضى أجر, earning يعني مكتسبا as much as 60 players would earn, كأجر 60 لاعبين. الجملة دي soon afterwards, بعد ذلك a new newspaper began printing stories. Newspaper صحيفة بدأت تكتب قصص, which accused Ammar of spending too much money on high living, والتي اتهمت عمار ب الانفاق من الكثير من المال على الحياة الرغيدة, on high living. نعم فاطمة الشباب تفضلي. نحذف الضمير الوصلي which وأكيوز تصبح أكيوزينج ونكمل الجملة عمار of spending too much money on high living. ممتاز, أحسنتي, رائع يا فاطمة. إذا الضمير الوصلي which حذفناه, وأيضا أكيوز عدناها إلى المصدر مع إضافة الـ ing فأصبحت أكيوزينج. إذا soon afterwards the newspaper began printing stories accusing, يعني صارت هون متهمة عمار. هون كانت في الجملة السابقة, إذا والتي اتهمت عمار, هيك ترجمتها. أما في الجملة الثانية, the newspaper began printing stories accusing, متهمة عمار of spending too much money on high living. إذا أحسنت يا فاطمة. الجملة إيه ما قبل الأخيرة, عمار denied these accusations, أنكر عمار هذه الاتهامات. هاي جملة. جملة ثانية, he explained that, شرح بأنه he spent his money on his family, أنه أنفق ماله على عائلته. جملة ثالثة, and that he gave much of it to charity, وأنه أعطى قسم كبير منه to charity, لجمعية خيرية. ثلاث تفضل يا أستاذ. أول شيء بنحذف الضمير هي, ونرجع الفعل للمصدر ونضيف ing. كيف يصبح؟ explaining. ممتاز. لدينا شيء آخر, جملة مثلا كمان ثالثة مثلا نفس الطريقة. أستاذ ذات هي كمان بنحذفها ونرجع الفعل للمصدر ونضيف ing. رائع, أحسنت يا سلاف. إذا الفعل gave ما هو مصدره سلاف؟ give. أحسنت سلاف, رائع جدا. إذا لدينا هنا ثلاث جمل. الجملة الأولى مع الثانية نقوم بحذف he explained, طبعا مع النقطة, لا تنسوا تحذف النقطة لأن النقطة يعني وظيفتها أن تشير إلى نهاية جملة وابتداء جملة جديدة. طبعا نحن هون عم نجمعهم بجملة واحدة فلا ننسى حذف النقطة. إذا عمار denied these accusations, أنكر عمار هذه الاتهامات, explaining, إذا شارحا that he spent his money on his family, أنه أنفق ماله على عائلته, giving, معطيا, much of it to charity, معظمه إلى جمعية خيرية. الجملة الأخيرة الآن إلى الجملة F. الجملة الأخيرة, he continued to play for his team, إذا استمر باللعب لفريقه, trusted in the support of his family, وثق بدعم عائلته, and refused, ورفض to let the newspaper stories bother him, أن يجعل من قصص الصحيفة bother him, تضايقه أو تزعجه. نعم يا بتو. أستاذ الفل أول شيء بجملة نجيب كير trusting. Trusted تماما, لاحقوا فاصلة بين نعم. نعم أستاذ, كمان في عنا and refused, كمان منرجع للمصدر منضيف ing. ممتاز. إذا كلهم صاروا عبارة عن جملة واحدة باستخدام الـ ing form. إذا he continued to play for his team, trusting, واثق in the support of his family, بدعم عائلته, refusing, ورافضا to let the newspaper stories bother him, أن يجعل من أخبار الصحيفة أن تضايقه, bother him. إذا
شكرا لإجاباتكم جميعا. إذا بذلك نكون انتهينا من هذا التمرين in page 97 في الصفحة 97.